العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقيم 1,100,000 شخص. المكان هنا بمثابة مركز لعشاق الحلوى، فعند ساحة جران سابلون توجد محلات لأشهر معامل الشوكولاتة البلجيكية، ومن بينها صانع الشوكولاتة بيير ماركوليني الذي يستقبلنا في 8 صباحا. جدول مواعيد بيير ماركوليني مليء، وفي المساء يحل ضيفا على برنامج تلفزيوني في باريس. الإفطار شوكولاتة بالطبع، قرابة 200 جرام من الشوكولاتة يأكل ماركوليني يوميا. أقول للناس دائما، عندما تتناولون الشوكولاتة في البيت تناولوا قطعة واحدة فقط، ثم اغلقوا العلبة ووضعوها بعيدا عنكم. بعدها يمكنكم تناول قطعة أخرى، لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك ستأكلون كل ما في العلبة دفعة واحدة. هذه الشوكولاتة بالحليب مع الكراميل والزبدة تسبب الإدمان حقا. اليوم نلتقي ماركوليني للمرة الثانية ونشاهد سوية تقريرنا من عام 2007. حينها كان بيير ماركوليني يعتبر الطفل المشاغب في هذا المجال. من خلال تشكيلاته المبتكرة من الشوكولاتة فاز بعدة ألقاب، ومن بينها لقب أفضل صانع حلوى في العالم. هو يعتبر حالياً من أهم صانعي الشوكولاتة في العالم، وتباع منتجاته في أكثر من 30 محلاً من هونغ كونغ وحتى نيويورك. ننطلق معاً في نزهة عبر حي سابلون. يريد ماركوليني أن يريني أماكنه المفضلة في المدينة، وكلها تقع في هذه المنطقة، مثل الكنيسة القوطية نوتردام دو سابلون من القرن 15، أو منتزه بوتي سابلون المجاور. هنا يرتاح ماركوليني من ضغط الحياة اليومية. من يحب التسوق ويبحث عما هو مميز يجد ضالته في هذا الحي، فهنا توجد مئات محلات القطع الأثرية والمعارض والمحل المتخصصة، مثل محل أوغران غازوار المحبب لدى ماركوليني. توجد هنا تشكيلة واسعة من شفرات الحلاقة والسكاكين من كل العالم. ماركوليني مسحور من جودة البضائع وخبرة صاحب المحل. ندخل بعدها معرض باتريك ميستاخ الذي يبيع تحفا قديمة من كل القارات. قبل أيام اشترى ماركوليني من هنا رمحا خشبيا عمره 200 سنة، وهو تحفة يدوية رائعة تحظى بتقدير كبير. هذا ما يميز حي سابلون. هنا يجد المرء قطعا فريدة، سواء في محل السكاكين أو في المعرض هنا. منتجات ممتازة وخبرة جيدة في كل مكان. نتجاوز معالم مثل نصب الأوتوميوم ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. يفضل ماركوليني أن نرى المزيد من حيه. أحد أجمل أبنية بروكسل بنظره المبنى المسمى إنجلترا القديمة، عمره أكثر من 100 عام، وكان مركز تسوق في السابق وأصبح الآن متحفا للآلات الموسيقية. مفاجأة في محل لبيع سيارات، حانة واي افتتحها قبل فترة قريبة الطاهي المعروف بارت دي بوتير لتقديم الطعام السريع والراقي. يتردد ماركوليني على المكان، فهو يحب الطعام الجيد. الطعام جزء هام من حياتي اليومية. أنا أستمتع بالوجبة الجيدة بقدر استمتاعي باكتشاف شوكولاتة جديدة، لأنني أعرف حجم العمل الذي يحتاجه هذا الأمر. الثانية ظهرا، بعد تناول الطعام على بيير ماركوليني الذهاب إلى باريس من أجل المقابلة، فهو من أشهر صانعي الشوكولاتة في العالم.